تابعي تونس الرقمية تونيزي نيميريك، عسلامة ومرحبا بكم في موعدكم الأسبوعي أنت أسأل وهو يجاوبك. في البداية نترحموا على الرئيس الراحل السيد الباجي قايد السبسي اللي كان فارقنا البارح الخميس 25 جويلية 2019. ضيفنا اليوم الناشط السياسي سيد عمر أصحابه باش يكون ضيفنا، نطرح عليه مجموعة من الأسئلة وعندكم حرية باش تطرحوا عليه ما الأسئلة اللي تحبوا عليها، تخليوها في دي كومنتير وأحنا نسألوه وهو يجاوبكم في المباشر. سي عمر عسلامة، مرحبا بك في تونيزي نيميريك. أهلا وسهلا، أنا مسرور بوجودي في تونيزي نيميريك اللي نتبعها ديما باهتمام وعندي احترام خاص للمصداقية نتاعها. سي عمر، في البداية كما قلت عندنا مجموعة من الأسئلة اللي تتراوح ما بين أسئلة تونس الرقمية والأسئلة نتاع المتابعين طبعا. اللي نجموا يخليوا الأسئلة نتاعها في دي كومنتير. في البداية السؤال اللي نسأله لضيوفنا كله، كنت تعرف روحك المتابعين، الناس اللي ما تعرفش عمر أصحابه اللي ما عندهاش فكرة عليه، تقدم روحك شكون عمر أصحابه؟ والله أنا قبل كل شيء إعلامي من اللي صغير، معناها الظروف حبتني نتحمل مسؤوليات في على رأس مؤسسات إعلامية كيف الأكسيون، لسان الناطق بتاع الحزب الاشتراكي، في ثم مؤسس مدير مجلة الديالوج اللي أسسها بورقيبة في عام 74، ثم أسست بعد من انقطاعي وخروجي من صفوف الحزب الاشتراكي الدستوري على إثر معناها موقفي خذيته ضد التوجه الأحادي متاع النظام، أسست جريدة المغرب اللي كانت معناها قبلت المعارضين وممثلين جميع الحساسيات السياسية في البلاد، كانت تجمعهم، وتعرضت من وقتها إلى خروج الرئيس بن علي إلى عدة محاكم محاكمات وسجون وهجرة وكذا من جراء الخط التعددي نتاع المجلة هذه اللي كانت طبعا تتضارب مع الاتجاه الأحادي القمعي الاستبدادي نتاع النظام النوفمبري فيما يخص الإعلام. بعد الثورة رجعت لتونس معناها كذا وعودت أسست جريدة المغرب لكن بصفة يومية ما عادش أسبوعية، ثم انخرطت في العمل الحقل السياسي فين حتى ساهمت في تأسيس حركة نداء تونس مع سيد باجي قبل ما ناخذك الموقف المعروف ضد ترشحه في قبل الانتخابات تاع 2014. ودونك انا ناشط سياسي واعلامي مستقل. اما انتمائي الفكري والايديولوجي هو الفكر البورقيبي لكن مع مصالحته مع الديمقراطيه. دونك انا بورقيبي ديمقراطي. إذا كان نجم نعمل تعريف على عمر أصحابه، هو بورقيبي ديمقراطي. تفضل. عمر أصحابه البارح كما نعرف ونسوا كل الحدث اللي صار في الدولة، وفاة رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، واللي تم على إثره الإعلان على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية اللي تم تقديمها من شهر نوفمبر إلى شهر سبتمبر القادم. وانت واحد من منتظر انه يكون مرشحين في الانتخابات الاستحقاق الانتخابي هذا، شنو تعليقك على تقديم موعد الانتخابات الرئاسيه؟ والله غير مفهوم وغير معقول وغير منطقي. اولا لانه احنا في تونس عندنا عادات متفق عليها وطنيا، مثلا ماشي تونسي مهما كانت معناها مشاربه الفكريه والسياسيه متفق عليها، هو احترام الميت تلت 40 يوم نعملوا دفينة ونعملوا الفرق وبعد نعملوا 40 يوم، سبق 40 يوم هم ذوكم نعتبروها فترة لتسريح الحزن اللي يمتلكنا بعد وفاة عزيز علينا، خاصة المرأة هذه اللي توفى الشخص عزيز على نسبة عدد كبير جدا من التونسيات والتونسيين، بحيث القرار هذا المفاجئ ما احترمش المدة المقدسة متاع 40 يوم. وأنا في بالي بلغني اللي عائلت سيد باجي قايد السبسي مغتاظة من المسألة هذه، أنه مازال ما تدفنش والناس بدأت فهمتني ولا لا، أنا اجتماعات ولا وكذا وقدموا وخروا ودر شنو. بلغني كمان اللي العائلة سيد باجي مستاء من الشيء هذا، تعتبر اللي يلزم نحترمه في 40 يوم نتاع الحزن الجميع. ثم فيما يخصني أنا شخصيا، تو أنا حضرت روحي باش نعطي الملف نتاعي في الجمعة الأولى متاع سبتمبر
كما متفاهمين من الناس كل من قبل. انا عندي مازال عندي مده ساعه من الوقت باش نلم 10,000 توقيع، فهمتي ولا، ونحضر روحي، نحضر افكاري، نحضر كذا. اخي ماذا بيا معناها خلونا تو جمعتين ولا 10 ايام قدامنا باش نقدموا الملف، يا مش معقول. ثم دستوريا الانتخابات التشريعيه يلزمها تسبق الانتخابات الرئاسيه، هذا منصوص عليه في الدستور. عائلة الرئيس الراحل مستاء من القرار من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نعم. عائلة الرئيس. أي مستاء بلغني، لي مستاء وتعتبر لي من حق العائلة باش توانسة اللي حزنوا على فقدان أستاذ الباجي قيس سبسي يعيشوا هاك المدة هذيك نتاع 40 يوم خلي البال من المشاغل السياسية. حسب رايك انه القرار هذا يعني التغيير في موعد الانتخابات من شانه انه يكون عنده تاثير على تغيير موازين القوى في الساحه السياسيه في تونس؟ والله ما تو نشوف انا معناها يا اخي الناس اللي كنت مستعد اعلنت على ترشحها للرئاسيه يا اخي مستعده باش تحضر الملف نتاعها في المده الوجيزه اللي بقات، مش عارف انا مالكش عملوا بقى عن قصد. لا ولو انا ننزه معناها هيئه نتاع الانتخابات من اي معناها نوايا أو خلفيات سياسية، أنا عندي ثقة كاملة في مهنيتها ومصداقيتها ووطنيتها، وسبق أنه الهيئة هذه عالجت 3 مواعيد انتخابية، 3 معناها استحقاقات انتخابية، والحقيقة ما عندنا ما نلوم عليها فيما يخص الشفافية والجدية. تولي محمد الناصر البارح أعلن وأدى اليمين الدستوري وأعلن توليه لمنصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. تعليقك على تولي من رئيس الجمهورية الحالي؟ والله أنا مسرور لأنه بعثنا رسالة وصورة للعالم العربي الإسلامي جيدة جدا وتشرف تونس والتونسيين، أن الانتقال صار بطريقة حضرية مدنية تبقى لمؤسسات البلاد وتبقى لمقتضيات الدستور، وهذا قليل ونادر جدا باش يصير نفس السلوك هذا في بلدان عربية أخرى، بحيث أنا فخور بالشيء اللي حصل. انت حكيت على انه الانتقال صار بطريقه ديمقراطيه وسلسه البارح، برشا اللي صار في تونس اثار استغراب الدول العربيه وحتى دول العالم، يعني برشا علاش العباد توقعت انه تونس باش تشهد ارتباك على اثر وفاه رئيس الجمهوريه؟ على خاطر تونس تنتمي الى العالم العربي والاسلام العربي، والعالم العربي معروف بالارتباكات بالخوضة في كل حال، في كل وضع متاع انتقال سياسي من حال إلى حال ومن نظام إلى نظام قليل ياسر وين يتم بطريقة مدنية وحضارية. بونك في العالم الملاحظين في العالم استنسوا بالارتباكات هذه، فهمتني، والتوترات في العالم العربي وقت اللي المسألة تتعلق بالانتقال السياسي. دونك حسبونا عليهم. المتابعين بداوا يتفاعلوا معك في عمر صحابه المتابعين شكون؟ المتابعين بداوا في التفاعل وبداوا يطرحوا في الأسئلة بتاعهم. أيوة. واحد من المتابعين اسمه كريم طرح سؤال، قال لك هل ترى أن ترشح رئيس من النهضة هو تقليل من حظوظ قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ إذا كان عنا اعتبروا اللي أنصار سعيد هما غالبهم من المحافظين من الشرائح المحافظة اللي عندها علاقة معنا عميقة وقوية مع الدين ومشتقاته، نجم نعتبره اللي ترشح متاع سي راشد الغنوشي للرئاسية، لكن هذا يمثبتش سي راشد الغنوشي ترشح للتشريعية ماهوش باش ترشح للرئاسية. هو يقصد يعني ترشح طبعا مش يقلل من حظوظ سي سعيد إذا كان ترشح راشد الغنوشي طبعا، يعني حسب كلامك اللي حركة النهضة عندها حظوظ وافرة في الاستحقاق الانتخابي القادم، عنده حظوظ الخزان الانتخابي نتاعها الذي تقلص كمام من 2011 يعني من الانتخابات التأسيسية إلى الانتخابات البلدية مرورا عن الانتخابات التشريعية، عدد الخزان الانتخابي نتاع حركة النهضة تقلص تقلصا ملحوظا، فباش يبقى لها كل مربع الصامد الذي لا يتزعزع من الأنصار، وأقدره حسب رأيي 15-18% على أقصى تقدير. احنا نحكيه على الانتخابات وعلى ما ينتظر تونس يعني في الأشهر القادمة. انت كنت تحكيت عمر صحابك في الفترة اللي فارت على النظام السياسي في تونس، ايه، واعتبرت انه كارثة.
قلت اللي النظام السياسي في تونس كارثة. كان تفسرنا أكثر علاش تعتبر أن النظام السياسي في تونس كارثة؟ كارثة بالنتائج نتاعو اللي عشناها طيلة 5 سنوات من اللي بدينا تحت سيطرة تحت نفعلوا في النظام هذا. احنا شفنا ما عشنا كان تعطيلات وجمود وخلفيات ومناورات في البرلمان فهمتني ولا لا، وسياحة سياسية. توا ديما نستشهد بالمعطى هذا اللي يعبر على كل شيء. توا فوق مكتب سي محمد الناصر ثم تقريبا 80 مشروع قانون ينتظر المصادقة عليه، النظر فيه في اللجان 80. وشفنا كيفاش معناها طيلة الخمس سنوات هذه كيفاش معناها قانون من القوانين يقعد بالأشهر باش يتعدى. علاش؟ على خاطر ثم خلفيات تعطلوا، فهمتي، خلفيات سياسية تعطلوا مسار العمل التشريعي. وشفنا كيفاش مثلا التحويل الوزاري باش يقع المصادقة عليه نقعدوا 3-4 شهور. هذوما أوقات مهدورة يعني على حساب البلاد وعلى حساب السيرورة معناها العادية نتاع السلطة التشريعية. احنا فاسد، واحنا في تونس احنا 11 مليون يا رسول الله، حشتنا بهالاليات هذه الكل هذه تشريعيه. ويلزمنا نظام رئاسي، معنا الشعب ينتخب رئيس على ضوء برنامج، والرئيس هذاك يقدم البرنامج نتاعه ويطلب من الشعب التونسي باش يعطيه اغلبيه يخدم بها. المسات تختزل في التمشي هذا، مش لازم 20 وزير و30 كاتب دوله وندر شنو ولجان. 11 مليون احنا، يقد سامسونج معناها، قد شركه سامسونج معناها من ناحيه الحجم نتاع الميزانيه نتاعها، مش من ناحيه العدد. بحيث انا مع انصار الاشداء للرجوع الى النظام الرئاسي. تحدثت زيادة على النظام في تونس واعتبرت انه صمم على مقاس حركه النهضه. اي طبعا. علاش؟ بخاطر وقت خذات النهضه السلطه الحكم مع الترويكا مع سي بي ار والتكتل، فهمتني ولا لا، ساقوا دستور على مقاسم. لانه لسبب بسيط، مثلا ناخذ عنصر من عناصرك، النهضه تعرف اللي ما عندها حتى حظ في الرئاسيه، مثلا ما تنجمش تقدم شخصيه ينال يربح في الدوزيام تور، ينتصر في الدوزيام تور ويتلموا حوله اغلبيه التوانسه، تعرف الشيء هذا. دونك علاش حظوظ حركه النهضه منعدمه في الانتخابات الرئاسيه؟ على خاطر كي نجمعوا الاصوات مع النهضه ونجمعوا الاصوات اللي ضد النهضه في تونس نلقاو اغلبيه الاصوات ضد النهضه. ونعطيك مثال، ناخذ 2011 ثم 4,200,000 تونسي صوتوا، مشاو صوتوا. النهضه في اوج قوتها وقتها واشعاعها لمت 1,450,000، البقيه الكل ما همش نهضويه ما صوتوش للنهضه، يعني ثلثين بثلث. لو كان تقدم وقتها نهضه مترشح للرئاسية يطلع للدور الثاني، اما ما يربحش في نهايه الامر، يعني اغلبيه الناخبين التوانسه ما همش نهضويه. بعيد عن الانتخابات نحكي وعلى ما شهدته تونس في 24 جوان فارط اللي هو سمي بالخميس الأسود. كنت تحدثت عليه عمر أصحاب واعتبرت أنه الخميس الأسود بمثابة زلزال في تونس. وقلت زادة اللي من شأنه أنه يخلق عهد جديد من الصراعات. أكثر من شهر تعدى يعني على مشهدته تونس من عملية إرهابية، وكان خبر وقت على السيد الرئيس الراحل. تقييمك للفترة هذه، هل تونس شهدت صراعات فعلا يعني؟ هو شنو علاش اني اعتبرت انه زلزال يعني اعتبرت هو شنو بس طبعا هو شنو اللي صار في الخميس من جهه صارت الوعكه الصحيه التي وصفت بالحاده نتاع رئيس الدوله من جهه، ثم عمليه ارهابيه تزام ما بين عمليه ارهابيه ودخول رئيس الدوله للمستشفى على اثر وعكه جديه صح عندهم حق اللي وصفوها بالحاده، لانه النهايه نتاعها انا شفناها مع الاسف وفاه الاستاذ الباجي قيس السبسي. دونك عشنا هيك الحدثين هذوك في نفس النهار. دونك شنو اللي حدث في نهايه الامر في الناس هذاك؟ انه فرضيه الشغور ولات وارده في النهار هذاك. دخول رئيس الدوله للمستشفى فجر فرضيه الشغور. وشفنا الفرضيه هذه نتاع الشغور كيفاش بعثت خلات بعض القوى السياسيه الحاكمة خاصة تحركت بسرعة لاستثمار هذا الحدث، فهمتني؟ دونك تزلزل الوضع السياسي في البلاد على اثر الحدثين هذا. والصراعات هل اعتبرت ان تونس شهدت بعض الصراعات يعني على اثر الخميس الاسود والى لا؟
سامحني بلي عاود السؤال نتاعك. قلت زاد اللي تونس توقعت ان تشهد بعض الصراعات يعني بعد الخميس الاسود اللي عرفته، تقييمك الفتره هذه من تقريبا شهر يعني بعد الخميس الاسود، شفت شفت المنعرج اللي صار على في عدم ختم رئيس الدوله لقانون التعديلات؟ ما كانش منتظر هذاك، خاصه اللي نداء تونس، حركه نداء تونس في مرحله الاولى صوتت لفائده تمرير القانون هذا التعديلات، هي كانت من الاحزاب اللي صادقوا على تمريره قانون التعديلات. وفي نهايه الامر فوجئنا بسيد رئيس رفض ختم القانون. هذه مضاعفه من المضاعفات اللي تولدت على الخميس الاسود. تعليقك على رفض رئيس الجمهوريه ختم قانون الانتخاب؟ انا ضد القانون هذا شخصيا، ضد القانون هذا. علاش؟ لانه يهدف الى اقصاء نبيل القرن، ما عنده حتى هدف اخر الا اقصاء نبيل القرن من الصراع السياسي. دونك انا ضد عمليه الاقصاء والهدف هذا، لكن نعتبر لرئيس الدوله الله يرحمه وينعمه خرق الدستور في رفض ختم، هو خرق للدستور. تعليقك عمر اصحابه على انت كنت تحكي على نبيل القروي، ونبيل القروي واحد من ابرز المرشحين يعني الانتخابات الرئاسيه، خاصه ان نوايا التصويت في الفتره الاخرى كان هو ديما يتصدرها. تعليقك على تصدر نبيل القروي لنوايا تصويت التونسيين، وهل انه باش يكون يعني النوايا هذه باش تتجسد فعليا على ارض الواقع ولا لا؟ الله اعلم، ما نعرفش باش تتجسد ولا لا، اما ما قام به نبيل القروي عمليه لا تخلو من التحيل الحقيقه، معناها تنخرط في عمل جمعياتي وتضامني طيله سنوات، ثم فجاه تحوله الى مشروع سياسي، مش معقول. ثم تسخر التلفزه هي نتاعك، تسخرها لخدمتك، ما ثماش تكافؤ فرص ما بين مع جمله بقيه المترشحين، فهمتني؟ اعتبرت زاد اللي القانون الانتخابي هو عباره على صفقه لخدمه مصالح القروي. لا ما قلتش هكا، لا لا ما قلتش هكا. واش قلت بالضبط؟ قلت سويعات قبل ما يقرر رئيس الدوله عدم الختم صار اجتماع ما بين القروي وقيس سبسي، ما بين نبيل القروي وحافظ قيس سبسي. اجتماع صار، اجتماع طويل ومبرج بالمستقبل، فهمتني ولا؟ على اثر الاجتماع هذايا الرئيس قرر باش ما يختمش القانون في اخر الساعه، يعني نفس النهار في نهار الجمعه نتفكروا صار الاجتماع ما بين القروي وقائد السبسي، وبعد ساعات الرئيس قرر باش ما يختمش القانون. يعني ثم علاقه سببيه ما بين الحدثين. يعني تتصور انه حافظ قائد السبسي كان عنده تاثير، يعني كان عنده يد في عدم ختم القانون الانتخابي؟ شوف الله اعلم، لكن شنو نجم نحلوا بالشيء المعطيات الواضحه. رئيس الدوله ما قبل حتى شخصيه يلت خمسه ولا سته ايام الا وزير الدفاع. بعد ختم الوزير الدفاع بعد ما رفض ختم الوحده، تيلت خمسه ولا سته ايام ما سمعناش برئيس الدولة قام بنشاط رسمي سياسي. نتصورك الخمس أيام هذوك كان محاط بعائلته أقل شيء. نتصور لي ما كانش وحده، كان محاط بعائلته. نحكيو على احنا نحكيو على رئيس الجمهورية الراحل. وأنت في البداية عمر صحابو عرفت روحك على أنك من البروجيبيين يعني. الديمقراطيين. أيوة. كان تحكينا شوي على ما يحسب لرئيس الدولة الراحل. أهم الحاجات اللي قدمها لتونس بدون منازع بدون شك هي الفترة وقت اللي كان فيها وزير أول، خلال الحكم في ظروف درامية، ثورة ليبية من جهة خلقت توتر كبير ياسر على حدودنا الجنوبية، فهمتني؟ ثم تفجرت كل التناقضات اللي كانت مكبوتة في عهد بن علي، الطموحات المطلبية، الصراعات السياسية، الطموحات هذه الكل تفجرت في الوقت هذاك، وهو الحقيقة نجح في معالجة الوضع هذايا بنجاح، وهز البلاد إلى انتخابات مجلس تأسيسي، انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة أو الشفافية. فتسعة أشهر الكرواء نجح في المرور بتونس من فترة دقيقة وخطيرة إلى فترة نوعا ما آمنة.
باقي في اسئله المتابعين زاد اللي قاعدين يتفاعلوا مع الحوار المباشر معك. عمر صحاب عاطف بسبيس هو احد المتابعين سالك اذا كان انت ما تفوزش يعني بالانتخابات الرئاسيه شكون الشخص اللي تراه قادر باش يكون رئيس تونس؟ واحد برك نجم يكون رئيس تونس حسب رايي. اللي هو عبد الكريم الزبيدي. علاش؟ شنو شنو الوصفات اللي توفر في عبد الكريم الزبيدي؟ وطني نظيف كفر ما عندوش انتماء سياسي. مش تحب اخر؟ كيفاش تراحوا ضد رئيس الحكومه الحالي يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسيه المقبله؟ تقريبا صفر فصل. علاش النسبه هذه؟ خاطر فشل، خاطر 3 سنين توا يحكم في البلاد هز اللاويه. عجبتك تونس توا حالها؟ الناس تونس 500 الف تونسي حسب دراسه علميه ولاو ياكلوا محشك من الزبله برباشه ولاو، والناس ما عادش خالطه حتى على قوتها وقرايه اولادها، والدينار تهرى والعزم تاع الميزان يوصل الى ارقام قياسيه، والتضخم باقي في 7%. شنو والتدين وصلنا 100% تو من الناتج الداخلي تاعنا. ايش هو لا بانتخابات السيد ولا بحزبه؟ يعني كنت تقيم هكا بصفة عامة تقييمك لأداء حكومة الشاهد خلال الفترة هذه كل تعتبر أنه باش يكون تقييم سلبي 100%؟ وي دائما صبر الآراء وريه بوضوح من هذا يوسف الشاهد وحزبه في المرتبة الرابعة والخامسة بنسبة ضعيفة جدا 6% 5% معناها واضح. لا هو شيء منطقي يا أخي في عهده في 3 سنين ذوما اللي ساس بيهم البلاد تونس وخرت على جميع الأسد، مؤشرات الكل وخرت وتقهقرت وتراجعت إلى درجة خطيرة. يعني نتائج مسألة النتائج، يعني السياسة في السياسة العبرة بالنتائج، والنتائج كارثية. ما هيش مؤاخذة شخصية معناها ناخذ وآخذ فيه شخصيا، لا على حسب النتائج نتاعو. كيفاش عمر صحاب وانت احد المرشحين للانتخابات الرئاسيه؟ باش نسالك على كيفاش تراحوا ضد بعض الشخصيات اللي اثارت يعني ربما ضجه والا تم الحديث عليها كثيرا في خلال الفتره السابقه على غرار عبير موسي. عبير موسي اذا كان نعتبره اللي السياسه في السياسه هي العبره بالنتائج، فالنتائج نتاع عبير موسي اذا كان قيموها من نهار اللي هجموا عليها في قصر العداله وشعره ولا سحلوها الى اليوم بعد 8 سنين، يا اخي نجحت. عرفت كيفاش تحسس عدد هام من التونسيين شوفوا فيها وقت تمشي تعمل اجتماعات ثم تونسيات وتونسيين تعتبر شخصيه ناجحه عبير موسي باعداد هامه تجي الاجتماعات نتاعها. اختياراتها واضحه نجموا نوافقوها، اختياراتها نجموا نوافقوهاش، اما اختياراتها واضحه فهمتني. وعمليات سبر الآراء تعطي فيها في نسب حضور محترمة، بحيث من الزاوية هذه إذا كان اعتبرنا أن السياسة هي في السياسة العبرة بالنتائج، فعبير موسي حقق نتائج محترمة بالنسبة لها. كيفاش تراحوا ضد قيس سعيد؟ والله نتصور اللي في الحملة الانتخابية سي قيس سعيد باش يظهر على حقيقته، يعني أستاذ متميز من مستوى عالمي نتاع قانون لا اكثر ولا اقل. وكيفاش تراحوا ضد السيد صافي سعيد؟ ضعيفة جدا. علاش ضعيفة؟ ضعيفة ما نتصورش اللي كلامه واختياراته وثقافته اللي تظهر وقت يتكلم تستجيب ولا تتلاقى مع مطامح ومشاغل اغلبية التوانسة. كيفاش تراحوا ضد عمر اصحاب؟ عمر صحابه في الحملة الانتخابية باش يظهر على حقيقته زاد هو. شنو هو التوجه الانتخابي، التوجه في الحملة الانتخابية اللي باش تعتمدوا يعني خاصة؟ والله باش نقدم أفكار لم يسبق لها مثيل في تونس. مثلا؟ لا ما نقولهاش. في الحملة نقولها مش توا. أفكار لم يسبق لها. ننتظر الأفكار التي لم يسبق لها مثيل. عمر صحابه عندنا فقرة قارة في موعدنا. اللي هي مجموعة من الأسئلة جاوبنا عليها إذا كنت مع أو ضد أتفضل. وعندك الحرية إذا كنت حاب تفسر عليش. عمر أصحابه مع أو ضد تغيير النظام السياسي في تونس؟ مع تصور. مع وبسرعة. بسرعة. عمر أصحابه مع أو ضد قانون المساواة في الميراث؟
شوف هذه المساله هذه المفسره هذه المساله. انا لو كان جات عندي رزق شخصيا وكان جا عندي رزق نقسم لاولادي قد ولاد بناتي قد قد به. لكن المساله هذه مساله مفتعله، لانه القضيه هذه نتاع الميراث ومساواه الميراث محسومه ميدانيا في تونس، محسومه. كل عائلة تونسية تتصرف مع الموضوع هذا حسب ضميرها. ثم اللي يقول لك المولى سبحانه وتعالى نص في القرآن واضح نطبقه، ثم اللي يقول لك لا أنا بنتي ولدي نحب نعطيهم كي كي قد قد ويعملوا لهم كتب وفهمتي هيبة ولا بيع وشراء ويخلي لهم نفس الواحد. وثم أولاد وبنات وقت اللي توفى أولاد والديهم هما بنفسهم وحدهم يقسموا قد قد، بحيث المسألة هذه متاع المسألة محسومة في تونس. ما معناش ما فماش فايده باش نثوريها نثيروها بالكل. كل عائله تونسيه تتصرف مع الموضوع هذا حسب ضميرها، زايد معناها قانون باش يخلق معناها توترات وقطيعه ما بين التونسيين والتونسيين زايد، وخاصه اللي النص القراني واضح ما فيش فضاء للتاويل ولا للاجتهاد، واضح. عمر اصحابه معاه او ضد تجريم المثليه الجنسيه في تونس؟ والله كل واحد حر في جسمه. عمر اصحابه معاه او ضد ما يعرف بالربيع العربي؟ الربيع العربي شنو هو الربيع العربي؟ الثورات العربيه اللي شهدتها المنطقه العربيه. يعني انا مش قاعد نشوف في ثورات عربيه بنتي، شوفي التجربه التونسيه بصدد النجاح اكاهو، ما شفتش فين ثورات اخرين تشوف فيها. مانيش قاعد نشوف في ثورات، شوفي خوذه تحطمت سوريا، ليبيا في طريق التنسيق، شنو هي المصر هكا رجعت الديكتاتوريه العسكريه، مين تشوف فيها الثوره هذه؟ تونس بركه ثم تجربه تونسيه الحمد لله بصدد النجاح. عمر اصحابه معاه او ضد الاسلام السياسي في تونس؟ لا شوف ما ثماش فكر، ما ثماش توجه، وما ثماش ايديولوجيا ما عندهاش الحق باش تعبر على روحها باش تتوجد. فماش، كل واحد عنده الحق باش يكون داعشي وباش يكون اسلامي متشدد وباش يكون اسلامي لايت وباش يكون كذا وكذا وكذا. الفيصل هي احترام الدستور واحترام ادبيات حريه القول والصندوق هو الحكم سيتو. عمر اصحابه معاه او ضد عوده رموز وقياده التجمع للعمل السياسي؟ تيهم رجعوا، تيهم رجعوا، تيناظر معناها تخدم في فرد مؤسسات حكومية وحتى برلمانية مع رموز التجمع. شنو وانا شفت في المؤتمر الاخراني بتاع حركة النهضة استدعوا رموز التجمع، سي عبد الكريم عبد الحليم الزواري حاضر في افتتاح مؤتمر النهضة، وسي كمال مرجان يخدموا معاه اليد في اليد. معناها شنو النهضة اللي هما ضحايا التجمع هم متصالحين معاه. عمر اصحابه معاه او ضد اعتبار جماعه الاخوان المسلمين تنظيم ارهابي؟ لا، لان يعني على كل حال نتحدث على الاسلاميين التونسيين. الاسلام التونسيين عملوا مراجعه فكريه هامه جدا وقاعدين يتطوروا للواقعيه وبداوا يبعدوا بطريقه صادقه عن الفكر الاخواني. عمر اصحابه معاه او ضد الحكم بالاعدام؟ الروح يعطيها المولى ويهزها المولى، انا ضد الاعدام. المولى سبحانه وتعالى هو اللي يعطي الروح للبشر، ينزل فيها الروح، وهو اللي عنده الحق باش يهزها. كهو في النهايه مع او ضد السماح بعوده بن علي الى تونس؟ يرجع ما يرجع يسلم روحه للمحاكم كيما الناس كل، هو عنده محكوم عليه تفضل معناه يواجه العداله تفضل كيما الناس كل. اللي يسرق الدجاجه يحكم عليه بخمس سنين، واللي الله اعلم شو عمل ما يقعد بريء تفضل مرحبا بيه، ما يوجه العداله. في الختام عمر اصحابه شنو الرساله اللي تحب توجهها للمتابعين والشعب التونسي بصفه عام؟ انا عندي ثقه في الشعب التونسي. قوى الخير في البلاد هذه ما انقطعتش. قوى الخير في البلاد هذه ما انقطعتش، ما زالت حيه وما زالت تفعل، وان شاء الله بقدره ربي المره هذه في الاستحقاق الانتخابي الجاي قوى الخير تعبر على رضاها عن طريق الصندوق وتقصي الناس اللي فشلت وطلع الناس اللي نجح تونس. اخر سؤال جاي من المتابعين عمر اصحابه قبل بعد ما قلنا باش نختموا. احد المتابعين سالك قال لك كيفاش تشوف انه مصير نداء تونس باش يكون بعد وفاه مؤسس انتهى نداء تونس؟ علاش؟ الله يرحمه وينعمه.
تعتبر انه انتهى مع رحيل البيش؟ لا، على خاطر ما عندوش شخصيه تنجم تلمه سيتو. ثم شخصيه تنجم تلم نيدا تونس، ترى شكون هذا؟ ترى اور سي حافظ قيس سبسي، ربي ان شاء الله يصبروا على كل حال في الرزيه هذه. لكن تعرف شنو موقف التوانسه من تجاه سي حافظ قيس سبسي؟ عمر صحبوا، مرحبا بك في تونس. اهلا وسهلا. تاع شيحتي ريقي شنو؟